يعني بصراحة أنا اليوم صدق زعلان، وأكيد أنتم زعلانين، وأريد أشوف اللي غادرنا اليوم للأسف. طيف الغالي هنودي، ماكو للأسف لأن كلنا أبطال. حبيبي تدرب لك، وأنا جدا سعيد إني يعني صدق زعلان أني، والناس أكيد زعلانة، بس لا. هي هاي اللعبة بس، أريد أشوف أنت زعلان بصراحة. لا والله بالعكس، لأن إحنا شوف أنا قلتها قبل شوي، قلت إحنا قلب واحد وراح أضوج على كل واحد راح يطلع، وصارت بي، فأنا جدا فرحان وما ضايج، لأن ما حسيت إنه واحد طلع وأنا قباله موجود. اليوم أنت صرت نجم شدو، الحمد لله. ما راح أقول لك فنان، صرت نجم، أنت فعلا فنان وصوتك رائع. أكيد. وأنا أتمنى لك اليوم بدأ مشوارك الفني، انتهى مشوارك هنا عادي بالنهاية واحد ولعبة، بدايتي لكن بدايتك هي. كنت ما محسب إنه أوصل هاي المرحلة، والحمد لله بفضل رب العالمين وصلت عبارة النصف الأول. زين، أرد أطلعك شوية من الأجواء، أرد أسألك يعني أنت دائما تنكت، دائما نسوي نقول إحنا بالعراق نسوي دقايق، أريد فدقة أنت تقول فد يوم أنا سويتها يعني هيجي موقف مضحك كذا. يعني شوف أنا دائما ويا أصدقائي حتى هنا مجرد إنه أفزز شخص أو أسوي فزز، أي هذا أخو حسين، حسين فلك خبصت هسه فرحان رايح. زين، الأشياء اللي راح تأخذها وياك شنو استفدت فنيا؟ يعني راح تقول هذا الشيء انا اخذته من عراق. شوف انا صراحه ما درست دراسه موسيقيه، حسيت انه اليوم انا بمدرسه وتخرجت من مدرسه وثقفت ثقافه موسيقيه، والحمد لله هواي حصلت على شغلات، وراح ارجع لبغداد راح اطلقها وان شاء الله باعمال راح تسمعوني قريبا. برد اقول لك انت اليوم راح ترجع باكر، ترجع لبغداد، بس انت نجم لازم تصور وياك وكذا. ممكن اخذ وياك صوره؟ يلا تعال. المفروض انا اخذ وياك. لا لا، ناخذ، انا اخذ وياك اليوم. غالي والله العظيم زعلان اليوم اخوي.